هذا وقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن انتقادات الرئيس السوري بشار الأسد غير مقبولة. أضاف ماكرون أن بلاده ثابتة على موقفها منذ البداية، وهو تركيز الحرب ضد عدو واحد المتمثل في تنظيم داعش، مؤكدا أن فرنسا تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا وفي العراق.